بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم نتامل في هذه الايه المباركه ضمن جهات الجهه الاولى الجمله قد تكون خبريه وقد تكون انشائيه الجمله الخبريه هي الجمله التي تتكلم عن امر خارجي وقع سابقا او يقع لاحقا والجمله الانشائيه هي التي فيها ايجاد امر الطلب يعني قد يقول له افعل كذا يامره هذا لا يتكلم عن امر خارجي او يدعو له اللهم ارزقه مالا واسعا هذا مو اخبار عن امر اخر وانما انشاء طلب استدعاء دعاء استفهام عندما يسال شخص الاخر هل جاء فلان هذا مو اخبار وانما هو انشاء الجمله خبريه قد تكون ايضا بمعنى الطلب والانشاء. ياتي الى الامام ويقول فعلت كذا، صلاتي صحيحه ام باطله؟ الامام يقول له تصلي. تاره يقول له صلي فهذا امر، تاره يقول له تصلي، يعني كانما القضيه مفروغ عنها انك تصلي وتعيد تلك الصلاه لانها كانت باطله. فتكون الجملة الخبرية آكد في الطلب. هذه الآية المباركة الله عز وجل يقول: "الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله". الظاهر جملة خبرية، يعني إخبار، ولكن الواقع أنه إنشاء، يعني أيها المؤمنون قاتلوا في سبيل الله، هذا أمر، ولكن في الجملة الخبرية. أما بالنسبة إلى المقطع الثاني والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فهذه قضية خبرية أنه الطبع الكافر أنه يقاتل في سبيل الطاغوت حتى إن كانت إنشائية فهي بمعنى النهي يعني لا يمكن المقاتلة في سبيل الطاغوت وإن كانت هي ظاهرها الجملة الخبرية الجهه الثانيه المقاتلون على قسمين مؤمنون وكافرون من يحارب اما هو مؤمن او كافر طريقه الدنيا طريقه الدنيا على ما يقول عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك الله عز وجل دنيا دنيا الاسباب والمسببات اعدوا لهم ما استطعتم من قوه مو واحد يجي يقول انا على حق اذا اصل كلا وانما الدنيا دنيا الاسباب والمسببات فقد ينتصر من هو على الخير والحق وقد ينتصر من هو على الشر والباطل هذا امر مسلم لا دليل لأني على حق فأنا أنتصر بدون عمل بدون خطة بدون فكر كلا قد ينتصر هؤلاء وقد ينتصر أولئك حرب في الحرب مشاكل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هم يصابون أنتم تصابون ولكن هناك نقطة تفوق للمؤمنين وتلك النقطة إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ولكن شنو؟ وترجون من الله ما لا يرجون نقطة التفوق لدى المسلمين ولدى المحاربين أن أملهم بالله ويرجون من الله الجنة والسعادة والآخرون لا يرجون ذلك لذلك اليهود يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لماذا؟ لأن الدنيا هذه الدنيا أكثر المصابين في اليهود في الحروب التي تحصل في فلسطين من الهلع فالقنبلة بعيدة عن هذا أصيب بالهلع لأن هذا كل حياته الدنيا ما عنده شيء آخر شوي خاف يأخذوه للمستشفى ويعطوه علاج وكذا لماذا؟ لأنهم لا يرجون من الله شيئا، المحاربون المؤمنون هذه نقطة تفوق لديهم يرجون من الله ما لا يرجون. والنقطة الأخرى اللي هي حقيقة نقطة التفوق الهدف عند المؤمنين. عند المؤمنين الهدف واضح. للمؤمن الحجة البالغة، أما للكافر الشبهة. الكافر يحارب اما لاجل شبهة اشتبه عليه الامر او لاجل الدنيا مصالح ضيقه او لاجل الدفاع عن حكومة ظالمة عن طاغوت فهذا الفرق بينهما المؤمن معه الحجة البالغة ولكن للاخر الشبهة ما يحصل على شيء هذه نقطة تفوق ونقطة ثبات للمؤمنين ولكن هذه النقطة تحتاج يعني الوصول إلى الهدف تحت يحتاج إلى صبر وتحمل وصدق. أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في نهج البلاغة يمكن خطبة 53 يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نقتل يعني المسلمون يقصد كنا المسلمون نقتل آباءنا وابناءنا واخواننا واعمامنا ما يزيدنا ذلك الا ايمانا وتسليما عندنا هدف وهؤلاء كفار ونصحناهم فلم ينتصحوا خلاص فبيننا السيف ما يزيدنا ذلك الا ايمانا وتسليما ومضيا على اللقم وصبرا على مضض الالم واحد يتألم عندما يدخل في حرب ويقاتل الاخرين وجدا في جهاد العدو زين دائما النصر معانا النصر الظاهري في الحرب او دائما هم الذين يتألمون ونحن لا نتألم كلا وانما السقوط من الطرفين قتلى من الطرفين هؤلاء شهداء الى الجنه واولئك الى النار يقول امير المؤمنين ولقد كان الرجل منا والاخر من عدونا يتصاولان تصاول الفحلين، رجلان محاربان يتقاتلان، يتخالسان انفسهما ايهما يسقي صاحبه كاس المنون، اي واحد يدور في خلقه ان يقتل الاخر، يسقيه كاس المنيه. فمر لنا من عدونا ومر لعدونا منا طبيعه الحرب هذه مو ذاك اللي ينتصر دائما والمو المسلم اللي المؤمن اللي ينتصر دائما مر لنا ومر لعدونا ولكن فلما راى الله صدقنا الله يمتحن الانسان متعدد الافتتانات والامتحانات أنزل بعدونا الكبت وأنزل علينا النصر حتى استقر الإسلام متبوئا أوطانه إلى آخر الخطبة إذا قد تحصل الخسارة الظاهرية عند المسلمين يسقط سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام ولكن هل ينتصر الباطل على الحق؟ ابدا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله، كيف تغلب؟, تغلب؟ تغلب لغلبة الاهداف، يبقى سيد الشهداء شامخا ويبقى اعداؤه الى اخر الدنيا لعنة للعالمين. اذا المهم ان يكون الانسان على طريقة صحيحة لهدف مستقيم. الضعف من اين يحصل؟ الضعف يحصل اما من مخالفه الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفه القوانين الاسلاميه، مخالفه القران. قد يحصل الضعف من هذا الامر، ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. اذا تخلفوا عن رسول الله حصل الضعف والوهن فيهم. وتارة أخرى يحصل الضعف من الفرقة الخسارة والضعف للطريقة أو للهدف المسلمون المؤمنون الموالون إن كان طريقهم حقا وهدفهم حقا يصلون وإن أعطوا ضحايا أما الآخرون فماذا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً الجهه الثالثه الكيد بمعنى الحيله التي اسبابها اسباب خفيه الماكر هذا مو امر مبغوض مو امر منهي عنه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ان رسولنا يكتبون ما تمكرون بالنسبه لمكر الكافرين الماكر يعني اتخاذ الحيله الحيله يعني جعل الحائل بين الشخص وبين هدفه اذا هدف هدف باطل فجعل الحائل امر مطلوب ومرغوب فيه اذا هدف هدف صحيح فجعل الباط الحيله والحائل امر مرغوب عنه الله عز وجل يمكر اولئك يمكرون إن كيد الشيطان كان ضعيفا في هذه الآية المباركة الله يقول كيد الشيطان الضعيف لماذا ضعيف كيد الشيطان صحيح بالنسبة إلى عظمة الله وإلى قوة الله هذا الكيد يكون كيد ضعيف وإن كان في نفسه كيدا قويا ومكروا مكرا كبارا إن كيدكن عظيم في قضية يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام هذا كيد عظيم فإذا في نفسه عظيم ولكن إذا واحد اعتمد على القوة المطلقة يضعف هذا الكيد إن رسلنا يكتبون ما تمكرون إذا تعرف خطة العدو العدو يريد يهجم من مكان عنده خطة واضحة فعرفت تلك الخطة تقف امام خطه العدو الله ان القوه لله جميعا ولله جنود السماوات والارض هذه القوه لله عز وجل فمن يتمسك بالقوه المطلقه يكون كيد الشيطان امام كيد ضعيف اج قد ما شيطان تمكن ان ياثر كيده يكون كيد ضعيف بالتمسك بالله عز وجل وبقوانين الله عز وجل. السيد بحر العلوم، سيد محمد مهدي بحر العلوم صاحب التشرفات الكبيرة. حقيقة كان رجل غريب. المحقق القمي، الميرزا القمي صاحب القوانين، كان مع السيد محمد مهدي بحر العلوم تلاميذ عند الوحيد البهبهاني. فالسيد محمد مهدي بحر العلوم، كأنما كان ضعيف الأخذ للدرس، فالميرزا القمي كان يكرر عليه البحث ويعيد عليه بحث الاستاذ لكي يستوعب البحث، بعد فتره ابتعد الميرزا القمي اتى الى ايران والسيد كان في العراق فوصل اليه اخبار ان السيد بحر العلوم عنده مرتبه عاليه من العلم هذه مقدمه اذكرها لا باس بها فور فتره انتقل الى النجف الميرزا القمي فشاف السيد بحر العلوم فساله فوجده بحرا حقيقيا من العلم استغرب قال أنت في أيام الدراسة كنا زملاء الدرس ما كنت تستوعب الدرس فالآن انت صار فد... يعني وجود زاخر من العلم فقال له السيد بحر العلوم كيف أولا اشترط عليه أن يان... لا ينقل القضية إلى حين وفاته وقال كيف تريد أن لا أكون كذلك وقد ضمن الإمام في مسجد الكوفة في ليلة من الليالي كان عدة تشرفات كبيرة سيد محمد مهدي بحر العلوم رضوان الله عليه فذهب إلى مكة في فترة من الفترات واستقر هناك إمام الحرم المكي الشريف الكلام في كيد الشيطان أنه ضعيف إمام الحرم كان يخرجان معا هو ما كان معروف أنه شيعي كان يخفي الى ان دخل الى بيت امام الحرم فوجد فيها مكتبه زاخره عامره فيها اصناف الكتب السيد بحر العلوم خاطب الامام الحرم المكي وقال له هل لديك كتاب ابي حنيفه قال لا ما عندي فقال له السيد بحر العلوم انا وجدت في كتاب ابي حنيفه أنه يقول لقد تعلمت من جعفر بن محمد الصادق في كل يوم سبعين حديثا يقول هذه الكلمة صدرت من سيد بحر العلوم تجاه هذا الرجل إمام الحرم المكي وخرج يقول بعد سنة تقريبا أتى إلي خادم هذا الإمام وقال إن فلانا يطلبك فانا هم رحت الى بيته ما ادري هو فوجدته على في حاله الاحتضار سكرات الموت قال لي ان تلك الكلمه اثرت في وانا ملت الى التشيع من ذلك الوقت شوفوا كلمه واحد هذا امام مطالع الاف الكتب الشيطان ايش قد ماثر عليه ايش قد بسببه انحرف الناس ولكن كلمة واحدة كل هذا بنيان شيطان انهار مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون انهار كل هذا البنيان انهار مثل بيت العنكبوت فيقول الان انا في حاله الاحتضار اريد انت تتكفل تجهيزي من كفن وغسل ودفن واوصى اصحابه واقربائه ان هذا يتكفل تجهيزي على طريقتهم. بعد ذلك بعد وفاته بعد ان تم دفنه انتشر الخبر ان امام الحرم المكي هذا كان مستبصر متشيع بكلمه واحده فارادوا قتل السيد بحر العلوم مجموعه من النواصب اللي دائما موجودين على طول التاريخ ففر ورجع الى النجف الاشرف هذا كيد الشيطان كيد الشيطان الضعيف الجهه الرابعه والاخيره من الاستفاده من هذه الايه انه الحرب على قسمين ان حرب واحد يرفع السيف في ساحه المعركه ويقاتل العدو هذا جيد ولكن هذه الايه لا تقتصر ظاهرا على الحرب البدنيه الخارجيه وانما تشمل الحرب الثقافيه والحرب الفكريه. هذه ايضا موجوده في روايه عن الامام الباقر عليه افضل الصلاه وازكى السلام في الكاف الشريف هذه الروايه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول اذا سمعتم العلم. واحد يسمع يستمع الى كلمة إلى محاضرة إلى علم يطالع كتابا روايات أهل البيت القرآن الكريم يتفكره فاستعملوه استعمل العلم مو تخليه تسمعه ولا تنفذه لا نفذوه استعملوه ولتتسع قلوبكم فإن العلم إذا كثر في قلب رجل لا يحتمله قدر الشيطان عليه إذا واحد كثر العلم عنه يضعف اقتدار الشيطان عليه فإذا خاصمكم الشيطان الإمام الباقر سلام الله عليه يقول فأقبلوا عليه لا تخاف من الشيطان لا تفر منه أقبل عليه أنت أقوى منا الآن بما تعرفون فإن كيد الشيطان كان ضعيفا يستشهد بهذه الآية الإمام فقلت وما الذي نعرفه كيف نحارب الشيطان ما عندنا سلاح بيدنا قال خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله عز وجل. خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله عز وجل. الحروب الفكرية والثقافية التي شنت الآن ضد المسلمين وضد شيعة أهل البيت تحتاج إلى من يحمل علوم أهل البيت ويذهب للدفاع في ساحات المناظرة. أقلًّا يحفظ أهله، هذول أهله أولاده لا يبتعدون، لا يتأثرون بتلك الشبهات. يجب رفع الراية. كيد الشيطان في الحروب الفكرية والثقافية أيضًا مو كيد ضعيف، كيد عظيم جدًا، ولكن بالنسبة إلى أهل البيت وبالنسبة إلى الله وبالنسبة إلى أحكامهم وأفكارهم لا شيء. منشا الشبهات هي الشهوات. واحد شهوة حب الدنيا، شهوة الرئاسة أو الغضب هذه تسبب وتجعل الشبهات تكثر في المجتمع. فعلينا أن نقف أمامها، يعني واحد حقيقة كل واحد مسؤول الإنسان تاجر، كاسب، ولكن عليه أن يعرف بعض معارف أهل البيت ليقف أمام هذا المد الجارف. حقيقة مد جارف. كثير من الشباب، كثير من الرجال، كثير من الشابات، من النساء يتاثرن بالفكر الغربي، بالفكر المنحرف، اذا ماكو حصانه داخليه، اذا ماكو استعداد، ماكو خطه، واحد ما يتوفق، فلما علم الله منا الصدق انزل علينا النصر، اذا راى الصدق، راى الصابر، راى الواقع، راى وجود خطه، ينزل النصر مو النصر اعتباط ينزل على الإنسان كلا إذا علم الله منا الصدق أنزل علينا النصر حقيقة واحد لو يظهر لهداية الآخرين واقع أهل البيت للآخرين يتأثرون رأسا يتأثرون الميرزا محمد تقي الآمولي هذا رجل له شرح على العروة الوثقى ورجل دقيق كان رجل عالم فيلسوف ينقل المرحوم الأخ رحمة الله عليه عن الشيخ الوحيد الخراساني يقول أنا كان يكتب عند كتاب شرح المنظومة الميرزا محمد تقل آمولي فيعطيني الشيخ الوحيد شاب أنا ذاك يعطيني الكتاب يقول لاحظ هذا الكتاب أنا شارح المنظومة كتاب فلسفة لل ملا هذا السب زواري فيقول وصلت الى بحث الاخره شفت الميرزا محمد تقي الاملي كل استدلالاته ينفي المعاد الجسماني ينفي عند الفلاسفه عند اكثرهم المعاد الجسماني محال بقاعده الخرق والالتيام امور اخرى يقول الميرزا محمد عالم مرجع تقليد شيعي ولكن ينفي المعادل الجسماني يقول انا رحت عنده رجعت الكتاب قلت له اريد اشوفكم ساعه اقعد وياكم فاعطاني وقت رحت الى بيته جلست وياه قلت له اريد هذا اللي انا فهمته اقرر لك هل فهمي صحيح لما كتبته؟ فيقول قررت للي كاتبه في نفي المعاد الجسماني قال صحيح هو هذا اللي انا كاتبه انت فهمته فيقول بعد ذلك قلت له ولكن الآيات القرآنية وروايات أهل البيت تخالف هذا اللي ذكرته أنت كله يقول استغرب قال كيف قلت الظواهر حجة الكلام الظاهر ظاهر الكتاب هذا حجة يذكره الأصوليون فظواهر الآيات التي تدل على المعاد الجسماني تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كلما نضجت بدلناهم جلودا هذه كلها بالنسبه الى الجسم هذا الجسم يحشر نفسه فكيف انت تنفي المعادل الجسماني؟ يقول القى براسه فتره بعدين رفع راسه قال انا عقيدتي عقيده اهل البيت ما هو موجود في القران وفي روايات اهل البيت في المعادل الجسماني، بعدين لما انطبع الكتاب هو كاتب هناك عقيدتي في المعاد الجسماني عقيدة القرآن ما ذكره القرآن والرسول العظم وروايات أهل البيت وهذه الأدلة كلها واهية بس يمكن علميا ما يقدر ينفي هذه الأدلة لأنها أدلة ظاهرها مستحكمة ولكنها شبهة لا تقف أمام البرهان البرهان القرآني النور والشبهات الظلمات الظلمة ما تقدر تقف أمام شخاطة أمام شعلة صغيرة من النار. التمسك بحبل الله وبحبل أهل البيت هذا ينقذ الإنسان في الدنيا والآخرة، ينقذه وينقذ أهله ويوجب إنقاذ الآخرين، أما الابتعاد عنهم فماذا؟ يسبب الخسارة. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، اسال الله عز وجل ان يوفقنا لمقاتله اولياء الشيطان وان نكون على هدى من الله ورسوله واهل البيت، عليهم افضل الصلاه وازكى السلام. تقبل الله اعمالكم، ان شاء الله زيارات مقبوله، ادعيه مستجابه، وترجعون إلى بلادكم بحوائج مقضية وذنوب مغفورة، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد